السلام عليكم، كي دايرين؟ كلشي بخير؟ هانيين الحمد لله. نتمنى تكونوا كاملين بخير في هذا الحجر الصحي، وتكونوا سبورتيف شويه، تكونوا كتحركوا شويه. باقي الناس والسيريات والافلام. ايوه فينا غاديين. المهم اللي جيت نقول لكم اليوم، وعندنا برنامج جديد في القناه اللي غادي تلقاوها لتحت، قناه اللي كانت تهتم بالفلوغات. دابا الحجر الصحي ما كاين لا فلوغات لا خروجات، كاين الدار، الدار. لهذا فكرنا في برنامج جديد اللي غادي يكون سميتو من الزيرو. اللي من الزيرو غادي نهتمو بالاشخاص اللي بداو من الزيرو، غادي تطلعوا توصل داكشي اللي بغاو، يعني يحققوا واحد النجاح في الحياه ديالهم. فكرت في هذا لانه كنت درت شي فيديوهات ديال الموتيفاسيون، لقيت بانه انا راسي تتفرج في الفيديوهات تنحس بواحد الموتيفاسيون كذا، وغادي دير هادشي ودير هادشي وكذا وغتوصل ان شاء الله. ولكن ان فوا تسالي الفيديو تحس بواحد شويه الموتيفاسيون وغادي وتتنقص. لهذا الموتيفاسيون ما خدامش، يعني هي كتحس بها في اللحظه ديالها، ولكن هي كتدوز ديك اللحظه ترجع للحاله ديالك الطبيعيه. لهذا الفكره هي انه ناخذ المسار ديال شي حد اللي بدا من الزيرو، يعني ماشي بالضبط نشوف نفس المسار ديالو، لانه كل شخص مختلف على الشخص الاخر بطبيعة الحال. لهذا غادي ناخذ العبر وناخذ شي حوايج اللي غادي نستافدوا منهم، اللي غادي ينفعونا حنايا بذاتنا في الحياه ديالنا، وغادي نهتموا بها وغادي نزيدوا نطوروها باش تكون ملائمه لذواتنا. هذا في الاول نقترح عليكم انكم انتم اللي تعودوا تقترحوا عليا الناس اللي غادي نهضر عليهم، يعني اي حاجه، شي ناس مشهورين في اليوتيوب، ناس في الاعمال، في الحياه، يعني اي حاجه، اي واحد بان لكم انه بدا من الزيرو وغادي ينجح وصل لشي حاجه اللي تبان لكم انها في المستوى هذا، من جهه اخرى انه انا مره غادي نجيب لكم شخص اللي تقدر تكونوا ما عارفينوش، يعني قدر يكون البعض منكم عارفه، باش نكسروا شويه الروتين. مره ندير يعني فيديو ندير فيه شخص اللي نتوما تقترحوا عليا، فيديو اخر ندير شي واحد من الاختيار ديالي انايا، بعيد على دوك اللي اختارتو لي نتوما. هذا مكان تمنى الدعم والفكره، واي اقتراحات ولا اي حاجه نزيدها ولا نقصها من هذا البرنامج هذا، لانه هذا يكون برنامج ديالنا كاملين بطبيعة الحال. نتمنى انكم تدوزوا حجر صحي في سلام، وان هذا الشيء يدوز في سلام ان شاء الله، ونرجعوا لحياتنا الطبيعيه ان شاء الله، يرفع لنا هذا الوباء. وتحيه لكم كاملين، بيس لاف.